تتواصل فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، حيث احتفى المهرجان بشخصية المهرجان واستمرار العروض المسرحية. الاحتفاء بأهل الفن وتكريم رواده والمبدعين هي سمة من سمات المسرح الإماراتي. وبعد تكريم الفنان خليفة تخلوفة كشخصية للمهرجان في حفل الافتتاح، ها هم رفقاء خشبة المسرح من فنانين ومخرجين وأصدقاء يحتفون به بعد تميز وإبداع من خلال لقاء مفتوح تحدث فيه عن رحلته الفنية. كان هذا التكريم أنا سعيد فيه جدا، فما بالك إذا كان من لدن سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فهو حقيقة شيء يمثل لي الكثير، ويمثل أيضا للأجيال أن يومكم بي، يعني كافحوا واعملوا وإن شاء الله ستجدوا من يكرمكم ومن يقوم بتقدير أعمالكم، سواء كانت يعني أكيد بتكون تثري الساحة المسرحية وما إلى ذلك. ثاني أيام المهرجان شهد إقبالا لافتا من الجمهور لمتابعة العروض، كيف لا وهي المستقطبة لكل عشاق المسرح وبداية الطريق للشباب الصاعد لإبراز مواهبهم الفنية بعد برنامج تدريبي متكامل شهدته الأشهر الماضية. مهرجان المسرحيات القصيرة بكلبة هو بالضبط أكاديمية لفنانين راح يمارسوا الحياة المسرحية في المستقبل. أنا اللي قاعد أشوف الآن على مستوى أيام الشارقة وعلى مستوى المهرجانات الأخرى هم عبارة عن تخريج من مهرجان المسرحيات القصيرة إلى هذا العالم الكبير. المهرجان جدا جميل، يهدف أن يطور من مواهب الممثلين، والمشاركة دائما تحفز وتبرهن للشخص نفسه أنه دائما يطور من نفسه ويعرف قدراته. هذا ويشهد مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة إقامة برنامج ثقافي متكامل وجلسات حوارية واستضافة جميع المشاركين في الدورات السابقة من أوائل المسرح العربي. تم الاستدعاء بحيث أننا كنا من أوائل المسرح العربي اللي تم تكريمهم قبل كده في مهرجان الشارقة للمسرح، فأنا سعيد جدا 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 أن أنا تم دعوتي هنا تاني في المهرجان. أنا جدا سعيدة حاليا وأنا موجودة بعد تقريبا 3 سنوات وأصدقائي موجودين معي، وفي هذا اللقاء والتطور اللي صار، يعني إحنا كنا يعني قبل 3 سنين كنا شيء والحين صرنا شيء وايد كبير، تطورنا بشكل وايد كبير. إذن حتى 27 من الشهر الجاري تتواصل العروض يوميا ليكون فيها المسرح على موعد مع بزوغ مواهب جديدة في سماء المسرح الإماراتي والعربي. بالاحتفاء بشخصية المهرجان المكرمة وانطلاق عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، يكون عشاق أبي الفنون على موعد مع 14 عرضا مسرحيا هنا في المركز الثقافي. لأخبار الدار وليد الأصبحي من مدينة كلباء.